تعال صح، هذا راح المحكمة في 16 شخص يشتكي علي. عاد انا متفاهم مع القاضي، اي واحد يجي يشتكي عنده هذا حبل المشنقة الكرسي انا اجي بس اشوته، ولا يختار اذا حاب القص هذا، كل شيء متوفر، انا الحاكم في خدمة الشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنجت أو المنفيين. طبعا لازم أبدأ لكم بهذا المنظر الجميل اللي للأمانة يفتح النفس. كل ما جيت شغلت اللعبة لازم أتأكد أني مسيب على هذه النقطة. طبعا ما ودك تبدأ اللعبة على جبل ممسوح زي وينه، والله ما يبين هذا هو. أتوقع هذا الجبل مميز جدا، يعني مفروض أنه يكون بدل لا تطقطقون عليه في الكومنتات، مفروض تقول ما شاء الله إيش هذا الجبل المميز، يعني مفروض يكون وجهة عالمية للسياحة. المهم نبتدي مثل كل حلقة نشوف عدد السكان. عندي 350 باقي على الهدف تقريبا. أغلب الشغلات اللي بتشوفونها من اليوم من المصانع اللي بنيتها في نهاية الحلقة الماضية، نصها يمكن جديد علي، فللأمانة أنا ببدأ أستكشف شغلات معاكم. عندي 150 عائلة و110 بيوت، يعني محتاجين 40 بيت، فضروري جدا نستعجل في موضوع تصميم المدينة الجديدة. غير كذا الأكل، دقيقة يا حبيبي وين رايح أنت؟ ما شاء الله احنا في السنة 55، التعليم 100% والملابس تقريبا 100%، الأكل 42-37، يعني يقرب يوصل انتاجنا نفس استهلاكنا. طيب ثاني أهم شغلة تولز 162، وصنعنا واستهلكنا 151 السنة الماضية. طيب الشغلة اللي بعدها الملابس، الملابس 176 صنعنا واستهلكنا 95 هذه السنة الماضية. فالتولز عندنا إشكالية واضحة، فلابد أن نزيد واحد في التولز. في الملابس، الملابس صراحة وضعنا في السليم، بس عندنا انتاج وول اكيد كبير جدا. ايش فيني رايحة حبيبي؟ صبر شوي. شوغر كين ما زالت مشكلته مشكلة، انا صراحة افكر اني اتاجر فيه بما ان حاليا ما اشوف له اي حاجة، فممكن نرسل عند التاجر هذا 8000 اذا يقدر يشيل. ماخذ يعني 20000 من الستور عندي، 20000 رقم جدا كبير. غير كذا ودي بمرفأ ثاني يكون قريب من المصانع في هالمنطقة. انا جهزت لكم مبنى في هذا المكان، مجرد ما يخلص راح ارويكم اياه. هذا المبنى ومبنيين حطيتهم كذا قبل ابدا الحلقه عشان ما انساهم. اي صح، في شغله برضه والله نسيت ما احطها قبل المرفأ هذا. وانا افرفر كذا في المودات حصلت سفينه فايكنج شيب، خلها في الواجهه في هذا المكان. غير كذا بتكون في صناعات سفن وسواريف طيبه في هالمكان، على اساس انه عندنا سفن حربيه. او في شكل ثاني جميل، هذه يبيلها صراحه بالعرض تكون ديكوراتيف بوت. هذه سفينة برضه ثانية نحطها هنا، لأن تقريبا صناعات السفن بتكون في هذا المكان. وين التريد اللي تبغاه؟ أنا بنيت تريد الظاهر فيه، أي والله دراي جود سبلاي. هذا مدري راح يفيدني ولا لا. بما أن بنينا هذا ومصادر كلها خلاص وصلت لهذا المكان، خلاص خلنا نكمله ونشوف وش الشغلات اللي راح يجيبون لنا التجار فيها دراي جودز. طيب هذا المبنى اللي حاطه مؤقتا يتحول إلى قذر، هذا يجيب لي الدومستيك تقريبا، خلاص جاب لي 3 و4، ممكن نحوله قذر او نهدمه. خلنا نطفيه ونقص واحد ونهدمه، لانه تقريبا في كل منطقة ترميه كذا يجلس يفرفر يجيب لك 4-3. في طريقة ثانية افضل، بريفست نيد شجر فروم ا شجر هاوس. وين الشجر هاوس؟ طيب تكفى، انا دخلت لي في سالفة ثانية، بريفست شجر هاوس واخيرا حصلتك. هذا شجر كين، الشجر كين 23000 هذه اللي موجودة عندي في المخازن مليانة. اوكي يجي هنا شجر كين، يجي هنا، جميل جدا. على طاري هذا المكان، هنا في محكمة صح؟ المحكمة هذه يا شباب يبالها ايش؟ يبالها تيجي عند هذا الجميل. قلت لكم انا حاكم عادل في الحلقة الماضية، فالعدل يحتاج وينه؟ تكفى بنشمنت، هذا هو ثاني واحد ايش هذا؟ في اشكال ثانية. اوه انا شفت هذا والله، بس ما شفت هذا. هذا قص الرقاب يا شباب، كرسي الكهربائي ولا ايش؟ انا هذا اللي شفته، جميل جميل جميل، يعني في انواع كثير. هذا الكرسي الصغير ما احتاج اشرح لكم، هذا تحطه على طول جنب المحكمة على طول. وهنا المجزرة الثانية، وهذا النوع الثالث، وعندنا الشكل هذا برضه، اشكال رهيبة جدا، بس المبنى راح يغطيها بعدين، فلابد ان ايش نكثر، لان ما شاء الله عدد السكان الحين صاروا كثير عندنا، فلابد ان نراعي هذا الشيء. اوه هذا جماعي على طول، عرفت؟ فهذه شغلات مهمة يا شباب، من اهم الشغلات اللي تزيد سعادة سكاننا في عدل. طبعا هذه تعطيها اولوية ما فيها نقاش. والمحكمة قبل نبني المحكمة نبني هذا،
في شغلات كثير والله في المود، انا ما لفيتها كلها بس هذه شويه بس منها. المهم انا مستانس والله اني حصلت شوجر كين. غير كذا اهم مصنع عندي مدري ليش موقفه، الفايبر وترمل، هذا اللي بيمسكنا القطن اللي حصلناه في الحلقه الماضيه ويحولنا اياه الى الكلوث، الكلوث اللي راح نحتاجه في امور كثير جدا. اوكي البلدر صفر عندي 71 عامل، الحين نرجع نوظف 30 او حتى نقول 40 بلدر. العمالة أول شيء لازم يوفرون الشغلات هنا، خلنا نقول 25 مهندس أو البنائين. هنا البيوت هذه كولونيا لارج هاوس، جيتها من هنا، هنا حصلت بيوت حلوة عماير زي هذه، فحسيت أنها مناسبة، حسيت أنها مناسبة لهي المرة ذاك الطول. ما أدري أعطوني رأيكم فيها، فيه ألوان منها في هذا الغامق، ممكن ننوع نخلي الغامق مع الغامق اللي موجود في هذا المكان. مثلا بنبني أربعة هنا عشان أتذكر سالفتهم. فيه ماركتات صغيرة نمشيها، أوكي في ماركت هنا بس هذا الجماعة ناسي الماركت تبعهم، المعذرة. والحلوين هذا لا، والحلوين هذا لا نبني بيوتهم اللي هدمتها. في شيء ثاني مثبته مهم، ايوه هذا البتشر، هذا الكوبر، هذا راح اطيره يا اخي، الكوبر هذا اذاني ما لقيته. البيكري اول شيء نبنيه، خلنا لا الفرن هذا صغير ما ينفع، هذا بيكري كويس، وهذا لا باس. عندنا اشكال كثير يا الربع، ما ادري نحط لهم هذا، عجبني الخبز هذا اللي فارشه، وهذا برضه كويس، هذا اجمل. يحتاج جلاس و24 فيورنس فيول، اوكي وهذا الصغير اوكي هذا رهيب، هذا مشابه شو اسمه البيوت الفارمرز، تحسه نفس الديزاين. اي والله نحط البيكري في هذا المكان. اوكي لما لها داعي اوظف واحد بس لحم الغنم، واحد لحم اللاما، واحد لحم الاحصنه. اي هذا ابو 12 كوبر، لو حصلنا الكوبر هذا راح نجيبه مره ثانيه. خلنا نجرب التيني، هذا التيني الصغير نحطه جنب الخباز. طيب نثبت هذا الاثنين هنا. ميرشنت هاز ارايفد، انا مطفي المحل بس يلا خلنا نشوف ايش عندك. لاما ملامه دسمس، الظاهر انهم ما راح يحترمون اني مطفيه، فخلنا نهدمهم خلاص مش بحاجتهم، مع اني كنت ابني شغلات هنا سيدلينج ما سيدلينج للتجاره، فغيرت رأيي صراحة من الجميع. منظر جميل للجزيرة. على طاري السفن، بنيت أنا في شيء للسفينة هنا اللي هو الروبري، راح يدخل في صناعات السفن وملتينج هاوس. لا هذه مجوهرات ما مجوهرات، المصانع هذه راح أجلها شوي على بال ما نجيب المصنع. أنا مريت على شيء في المود إنه في شيء يدخل في صناعات السفن، ما خاب ظني إنه تدخل هنا عند السمك تحصله، هذا هو الظاهر الوارف شيب. ايوه جميل، هذا ينفع في هذا المكان بس يبالها تضبيط. احنا ما عندنا شيء اسمه مشكلة في الارضية صح؟ نيجي عند الجميل هذا نقول له لو سمحت فلات. جميل هذا الوارف شيب، هذا مهم، هذا مرتبط بمبنى ثاني اللي هو الشيب يارد اللي بنيته في نهاية الحلقة الماضية، راح نشغله، هذا اهم. فهذا راح يعطيك صناعة. أول شيء شوف الروبري ذكرنا يدخل في صناعات السفن أو يعطيك شغلة متعلقة في الصناعات، وبعدين من بعد هذا المصنع راح تيجي لهذا المصنع اللي هنا راح تشوفون بعد شوي. طيب المحكمة هذه بنشغلها، خلها تضيف النص الباقي هذه من السعادة، مثل ما تعرفون دائرتها واصلة لكل البيوت حتى هنا الفارمرز، فشيء كويس أن نشغلها. هذا الستيبل أموره تمام، اللي هو الثاني نهاية الحلقة الماضية بنيناه فعشان يعطي دفعة كذا في السماد لهذه المزارع. المزارع هذه انتاجها جدا خرافي 924 مثل ما انتم شايفين. هذا ابو زجاج، شوف الثاني مثلا 700، الثالث يجيب لي 900، يعني قرابة 1000. اما هذا اللي ما كانوا يستهلكون الزجاج في البناء، يعني تقدر تبنيهم من اول ما تبدأ اللعبة تقريبا يستهلكون او ينتجون 1000 كورن، يعني مثله مثل المزارع اللي جالس ابنيها في هذه الاماكن، 15 في 10 مساحتها، شوفوا الفرق، فرق المساحة. بالنسبة للمقابر انا حاط ملاحظة عندي ان هذا المقابر فل تقريبا، لا 25 من 27، احط
احطها مثلا هنا، والحيوانات هذه نقلها الى المزرعه اللي بنيتها في هذا المكان، بس لسه ما نظفوها، فيها ضغط شغل عليهم، طلبتهم يفضون لهالمنطقه، ودي احط استرجات واحط بيوت في هذا المكان تخدم المزارع او الزرايب اللي موجوده هنا. الهنتر هذا بدا يشتغل، هنتر واحد في هذا المكان، باقي القذر. وين الهنتر؟ هذا الهنتر، شوف بس خشبه، هذا الهنتر، لا هذا الهنتر عفوا، خيمه، وهذا القذر. طبعا بنيت لهم بيوت بس لسه ما خلصت البيوت هذه، ابو ثلاث بيوت كذا مع بعض، وهنا ثلاث بيوت مع بعض. طبعا عندهم ماركت صغير بس ما ادري وين هو، ميني فود ماركت، هذا هو، شغل واحد فيه، جميل جدا. خدماتهم كلها متوفره، نقدر ننساهم، ومصدر اكل للبيوت اللي قريبه هنا. طيب حلو، انا محتاج منهم يجيبون لي جنجر ما جنجر عشان الطبيب اللي موجود في هذه المنطقه. شوف هذا هو يشتكي، ايش عندك؟ يقول لي سيد اويل وجنجر وجلاس وير. جلاس وير فيه مشكله؟ ايش مشكله الجلاس؟ وين الجلاس؟ هذا الجلاس الظاهر انتاجك سيء يا طيب. في جلاس، في جلاس وير، اوكي نبغى الجلاس وير ما نبغى الجلاس. 88 جلاس تدري، خلينا نحول. طيب مشكله الطبيب تقريبا انحلت. مستشفى، انا ما بنيت مستشفى، مستشفى من ضمن الخدمات اللي هنا، والله انا كاتبها ملاحظه، مستشفى وماركت وكنيسه، هوسبيتال سكول، وتاون هول، تاون هول كبير محترم. ملاحظه كذا انك لا تنسى تحط تاون هول محترم، لان حاط ملاحظه لان الخشبه هذه قاهرتني، كل ما جيت اسوي ادت اقول يا اخي ليه ما بنيت. فباذن الله ان هذا اول شيء راح ابنيه في هذا المنطقه. في شغلات حلوه هنا يا اخي، التاجر هذا اذاني. سيد ما سيد، ما ريت سيد، خلنا نسوي له اوردر. اوه الجنجر سيد في والله كويس. نسوي له افري فيزيت، فمخصص مزرعة واحدة تجيب لنا الجنجر بعد ما يجيب لنا اياها التاجر. طيب حلو، المخبز خلص عندنا، والجزار خلنا نشوف. اول شيء المخبز، المخبز يا طويل العمر يسوي لك البريد من 11 فلور واربعة ماي، حتى هنا الماي ما عليه، الماي كفاية ان شاء الله. لو نقصنا اي شيء بنشغل التورات اللي عندنا هناك. في عندنا اكثر من شغله، في كيك، خلنا في الكيك والبريد. اول شيء بريد، طبعا هذا راح يزيد السعاده بشكل كبير. غير كذا عندنا التشيرش هذا فتحناه، او الكورت هاوس اللي هو المحكمه، راح يسوي لنا ستيك من ايوه هذا اللي يبغاه. ممكن يسوي لك نقانق من البيف، البورك الله يكرمكم اذا في خنازير، ممكن يسوي لك روست من لحم الغزلان، هذا المتن اللي هو من الخرفان تقريبا، عندنا خرفان كثير خلنا على هذا حاليا، بنجلس نفرفر فيه بين فترة وفترة، مش لازم نوفر لهم الأنواع كلها. طيب وظيفتين جميلتين حاليا شغالين فيهم. يا أخي منتظر الكلوذ هذا، المل مكانه كويس صراحة هنا، فممكن نحط اثنين، واحد هنا عند المخبز وواحد ثاني بعيد كذا على دخلة الجسر، تشوف هذا المروحة تدور في وجهك، إن شاء الله فيها أنيميشن، مع إن ما أتوقع صراحة. الدنس تري شاك هذا خلاص نطيره، أخذنا مساحاته كاملة. ونقول لهم بعد زيلوا الأشجار هذه اللي حطها الذيبان، وكل الأشجار الموجودة هنا. هذه إيش الشجرة؟ هذه زبنة بيت القذر أو الهنتر، أوكي أوكي. ما تابوا من زبناتهم، هذا برضه راح يلتغي، القذر هات والهنتر اللي هنا راح يلتغي. بدأت مطالب البيوت ضرب اثنين، يا ساتر. خلنا نفتح شوية بيوت في هذه المنطقة. الحلو في هذه البيوت يا شباب أن خلنا نتأكد، ما خاب ظني أنهم سبعة، يعطيك سبعة ثمانية مش سبعة، ثمانية، عشان كذا اخترتهم. فتخيلوا العائلة الواحدة كاملة، يعني التكاثر بيصير جدا رهيب هنا. أما هنا محشورين كذا خمسة، كل البيوت تقريبا أغلبها، فانتبه لهذا الشيء، أغلب البيوت في اللعبة يعطونك أربعة بس، فأربعة وتجلس محشور. هذا نهدمه خلاص، هذه المنطقة كلها، هذه برضه الشغلات هذه كلها راح أهدمها عشان أخطط المنطقة هذه. أول شيء قبل تافرن لازم اللي هو الواينري، الواينري هذا برضه راح تحصله في نفس المكان تبع التافرن، ما ادري ايش اسمه، واينري. هذا الواينري يجيب العنب، يجيب العنب من وين؟ من مزارع مثل هذه، فلا بد ان نركز على الجريب. اوكي بنخلي هذا الثلاثه المنت، وهنا الاثنين هذا الجريب. جريب ليش؟ عشان نستهلكه في المعاصر. هذا البيك اب خلاص يا حبيبي، بيك اب مش عليكم على العمال، عندنا عماله كافيين، انتوا ركزوا في زراعتكم. ايوه أعزائي ال 36 عامل، لو سمحتوا المنطقة هذه، يعني لو سمحتوا افرموا لي إياها. الواينري البتاع كله هنا، هذا هو تافرن، أوكي هذا اللي نحتاجه. بتأكد إن أخلي دبل رود جنب كل المباني حتى يطلع شكلها أجمل. شوف هذا مثلا سمول تافرن بنيناه ما نحتاجه. وهنا سيمستريس
ذا لوكال، كيب تاون، سمول تافرن برضه ثاني بنيناه كله من باب التجارب، وهذا ايش كوفي هاوس برضه راح نبني بعدين. شغلات هذه كلها راح تخرب علي التخطيط الحين. انان جاردن هذا زي الستورج بس خاص بالكحول، ما الكحول، فغير كذا شكله رهيب. شوف دائرته الرهيبة، هذا اللي مفروض صراحة نكون في السنتر، او هالمكان مناسبة برضه شامل البيوت كلها، تشوفون دائرة بنفسجية على طرف البيوت. دقيقة خلنا نشوف الماركت الكبير، مفروض اني اقيس كل شيء بناء على دائرة الماركت، هو الاساس، هو اول مبنى مفروض نحط. طيب هذا افضل شيء بالنسبة لدائرته، تقريبا المسافة على اليمين واليسار متساوية. طبعا ما في شيء اسمه تقريبي، لازم نمسك الشارع هذا ونشوف المسافة تسعة هنا وهنا. طيب نرجع الكاب. مشكلة الكاب يا شباب، لا قدمت الوقت فترة طويلة مثل ما قلت لكم انسى السالفة، لكن هالمرة ركزت ورجعنا الكاب زي ما كان. ايش سويت هنا؟ مسكت الشارع اخططه، هنا طلعت المسافة عندي كاملة 34، فالوسط هنا النقطتين هذه اللي هو وصلت 17 من هنا و17 من هنا، فحطيت النقاط هذه بحيث اني اعرف ان هذا السنتر. ما احتاج اقول لكم اني جبت المتر وكذا صح؟ طيب الماركت هو المصدر يعني الاساس اللي اخذ منه القياس، فلذلك لازم انه اول شيء ينبني، وهذا تقريبا اكبر شو اسمه اكبر يا هذا يا هذا، فشوف كيف راكب الحين اعرف انه في السنتر مضبوط. ودي ارفع شوي لان في كنيسة كبيرة ضخمة جدا راح تيجي وراه، في نفس الوقت ما ودي اضيق على المسافة اللي قدام. الاشكالية كلها اني بغيت اصمم هذا، وينه؟ ايوة ان جاردن هذا، ودي اصممه يكون بالسنتر، بس لا تدري شلون راح اقيس السنتر على هذا، وعلى طول بحط له شارعين عشان اعرف مساحته، والحين ادخل الماركت. طيب نجي للشارع حقنا، الحين نضبط الماركت. وجهته وين؟ خله كذا، حلوين كذا، سنتر بعد الشارع بمسافتين، جميل جميل، والمسافات على اليمين ويسارة متساوية. باقي موضوع الشوارع بس، هذا وش هو علامة استفهام؟ اوه المل، اجل هذا، ايوه هذا ما بدأ يشتغل، ناقص الفلور اللي مثل ما قلت لكم، هذا اللي بيسوي الفلور من الويت او الكورن، فانا بختار الويت لان الويت صراحة اغلب مزارعي ويت. ما اتوقع ان في شيء ثاني غير الويت مهم عندي، تقريبا ان كلهم حطهم ويت. ايه القطن، شلون نسيت القطن؟ تكفى اقول لي خلصت، يا سلام. نوظف كم نقدر هنا؟ ثلاثة ثلاثة على طول، فول لي اياهم. يا سلام، بدأ تصميم المدينة صراحة يبين. الحين السنتر حقي هذا خلاص ما بتقيد فيه، هذا المتر حقي كان هنا. الدنس شاك نوظف فيه واحد، وهنا الفورستر لوج شغالين فيه أربعة. ما عنده الستوك بايل صح؟ دائما ننسى الستوك بايل، نمد لأحلى ستوك بايل لين هنا. مدري هذا اللي عندهم ستوك بايل ولا لا، نحط لهم واحد خمسة في خمسة. خلص المصنع حق البيتي، مش مصنع، ايش كل شيء مسميه مصانع، هذه مطاعم. بيتي سباجيتي سباجيتيريا اللي هو الايطالي، خلينا نشوف من نتوظف فيه. ظاهر لها واحد ايطالي، ايطالية عفوا. دمريكي كيلا، واضح انها ايطالية عمرها 18 سنة، شيف، احلى شيف، والهابينس عندها فل، بتضبط اهل القرية. اللهم صحتها شوي تعبانة، مع ان الهيرب عندي كويس. على طاري الصحة ودي احط شوية هوسبيتلز احتياطا على بال ما ابني اللي هو الهوسبيتال الكبير، ولا وش رايكم مخطط الكبير من الحين؟ اول شيء التاون سنتر، تاون سنتر يا شباب بستعرض لكم على السريع اللي موجودين عندي. لا نعم نعم، اننا نتحدث يا اخوان، الان نتحدث. اسكت انت، ما اتفقنا انا وياك وقت التصوير تسكت؟ طيب عندنا هذا وعندنا هذا، هذا كويس بعد، تاور كذا في وسط المدينة، 16 كوبر، الله يخرب بيت ابو الكوبر. طيب غيره، يا الهي، اوه وايت هاوس. هذا ذكرني بتروبيكو، ربي ذكرني بتروبيكو زي كذا بالضبط.
ما عجبني صراحة، أكثر شيء عجبني هذا كذا قلعة في نفس الوقت فيها مسبح الظاهر، مدري نافورتين. هنا نحتاج السنتر، فانسي كاسل. ليه ما أقدر أبني؟ في شيء مخرب هنا. إلهي يا إلهي، وش ذا؟ وش المصيبة هذا اللي جابه 480 ستون فيه؟ بس كويس انها بترجع الاغراض دام المبنى لسه مبنى. شوفوا كيف هذا الاغراض كلها. ايش كان اسمها؟ نانسي مين يا طيب؟ اوه فيه موسك، مسجد. والله قلبي عامر بالايمان يا شباب، يا ساتر يا ساتر. شوف كيف هذا اللي كنت حاطه انا، سفينة فضائية مكوك. بس دام السالفة فيها مسجد خلاص حسمت القضية صراحة. اوه الدائرة حقه، لا الدائرة حقه صغيرة صراحة. يلا ما عليه، وسخين والله هي وسخين. الكنائس مضبطينها هنا، دام كذا بخليها تريبل رود مش دبل. في شغلة أهم اللي هي المدرسة، أنها تكون قريبة من البيوت. هذه قبة صغيرة كذا تحسها برضو مسجد، شكلي بصغر على البيوت شوي وبدخل المدرسة. أيوة هذا الباينري اللي أدوره، makes wine from grape and other fruit. عندك اختيارات ثانية يعني. هذا وشو؟ هذا sugar house، بنوظف فيه اثنين يفكونا من سالفة الشجر. sugar cane sugar bee، لا عندنا sugar cane. الحين بيصنع لنا السكر، السكر ممكن نستخدمه برضه في صناعات ثانية أو في مطاعم خلنا نقول ثانية. اللي يهمني الحين الواينري، الواينري اللي بيستهلك الجريب اللي موجود هنا. خلنا نحطه هنا في الوسط بين المصدر وبين المدينة أو حتى البيوت الثانية اللي بتكون هنا. بعدها يجي التافرن، يفضل نخلي التافرن جنبه صراحة. ببني التني تافرن، هذا يصيرون الواينري والتافرن جنب بعض. دام عندنا دمستك أنيمال ممكن نجيب حلو هذا الشيب والبن. وين الخياطين؟ نحط واحد عندهم هنا، هذا بيفيدنا في الصوف. هذا ايش صار عليه؟ هذا خلص، عنده مشكلة الستيبل هذا اللي يعطينا الدومستيك انيمال، ياخذ اوت. طيب خذ من الكورن، الكورن اتذكر ان هذا بنمصيهم كورن رايس، حولوا لي اياه الى كورن. هذا كورن وهذا كورن وهذا كورن، يلا عيش. برضه عندنا ملك بن، تدري عندنا مساحة هنا ممكن نستغلها في الوول بن. رص 3-4، وهنا عندنا الكاو اللي هو يعطينا الملك. كاو بن، شلوا لي الريسورسز اللي موجودين في هالمنطقة. حلو حلو، أعطيني مقبرة لهنت في هذا المكان، مدري وش يفرق. فلس فيليج، اها بدون ستور. طيب الحين دور المستشفيات، خلنا نستعرضها مع السريع. أنا بقى شيء ضخم، شيء مميز. تكفى المستشفيات، ما في شيء، كلهم صغار. والله ما عجبني شيء منهم إلا هذا اللي هو الثاني تقريبا، وله دائرة بعد. نحط اثنين منه. التفرن عندنا خلص. شوف يجيب لي من الأبل السيدر هذا، أو من الويت يعطيني الآل، مدري الآلي آل الظهر، آل نفس نظام الأوري والأور. أدري تبى تصيدني التاجر هذا. وش جابنا؟ ايوه هذا الدراي، خلينا نشوف الدراي وش يجيب. جولد سيركلت تريد دير منبا هاردند نا سيلفر رينج ماجيكال تول. كم نقدر نتاجر؟ 2000 تقريبا. واحد جولد بندننت، واحد جولد مدريش، ممكن احتاجه في بناء شغلات متطوره. بنعطيه شوجر كين. هذا الموظف فيه واحد يدعمنا الفلور اللي نحتاجه في المخبز، مع انه ماشيه اموره سالكه، مجرد زينة. للأسف المروحة مثل ما تشوفوا ما تحرك، خلي واحد ثاني هنا. المسجد قرب يخلص يا شباب. بالنسبة للمدارس عاجبني هذا صراحة، بعدين متناسق مع شو اسمه. بنيت مدرسة واحدة هنا مشابهة لهذه، بنحط واحدة ثانية مقابلتها. كذا صار عندنا تكرار للمستشفى ثنتين ومدرستين كذا. تقريبا أغلب الأمور هذه غطيتها، الحين بقدر أشطح لهذه المنطقة. الحين هذه صارت النهاية عندنا. حلو حلو، وهذه كلها عبارة عن مزارع. الستورج هذا اللي هو الكاسل الكبير
اولد كاسل. من وين جبت تجربه المودات؟ تلقى محذوف هنا الحاله. اولد كاسل هذه مخازن كبيره جدا. اوكي تاون هول، وعلى يمينه ويساره الكاسل هذا، لان التاون هول اساسا شكله شكل شو اسمه شكل قلعه. حلو، جاي اصغر من المسجد، تحت المسجد كانها تكمل للمسجد. شكل الاكل بدا ينقص عندنا. ان شاء الله اخر مره اجي للطاوله هذه الكريهه 42. لا والله بشكل غريب ان انتاجنا ما زال اكثر. وانا مطفي العسل، يمدينا نشغله نضبط الامور. السيتيزن 377، وصلنا 377، يعني بنصك ال 400 تقريبا هذه الحلقه. المسجد خلص يا شباب، ويقول لي وظف لي واحد تكفى. وظفنا 12 منبر، 12 مسلم جانا الى المسجد. والله اخذنا مساحه كبيره من الجزيره، بس ان شاء الله المساحه اللي خليتها كافيه للفارم، يعني تقريبا نص بالضبط اخذت. هذا كله بيبقى للفارمز، لان مجرد ما اخلص البيوت اكمل بيوت في هذه المنطقه راح يكون في نقص شديد في الاكل. الماركت اشتغل والكل سعيد، جميع المنتجات تقريبا توصل. 191 ابل يا اخي، في ابل، هذا اشتكي لي قبل شوي ما في ابل، كيف ما في ابل؟ اشتغل. الواينري خلص، جميل، بيمسك الجريب بيحوله الى واين، وهذا التافرن بيمسك الابل بيحوله الى السيدر. المبنى الثالث اللي هو هنا وش راح يجيب لنا؟ شوف الاستورج ما زال فاضي، نوظف واحد نشوف. شيبيارد اخيرا اكتمل، شوف شكله، شكله رهيب. نوظف واحد يجيب لنا الهل كومبوننت باستخدام واحد لمبر وواحد روب وواحد لينن، بس لينن بنحوله الى كلود. صناعات الكلود ماشي عندنا، فحبة حبة بيكتمل بناء هذا الثاني الوارف شيب. الوول بنخلص، نوظف فيها واحد. اوكي هذا المدرسة خلصت، الفي يونيفرسيتي، المدينة الإسلامية، خلاص اسم الحلقة المدينة الإسلامية، وبحط لكم الثمنيل كذا. شوف الرخام كيف، في شغل نظيف. المستشفى نوظف فيها احد؟ لا خليهم المستشفيات طافين، اذا جانا لا سمح الله، يعني لا سمح الله. شوف مدخلها، يا سلام. نشغل المحكمة، كورت هاوس اشتغل رسميا. هذا الول بن مثل ما تشوفون يعطينا وول، بتكون في كمية وول جدا كبيرة، فنضمن موضوع الملابس. ممكن اضيف خياط ثاني في هالمكان. كلوذينج ميكرز، هذا تيلر، والله فت ممتاز في هالمكان جنب الحلوين. هنا الاولد كاسل حطيت اثنين جنب الفانتسي كاسل اللي هو يعتبر مركز المدينة. راح اوقف واحد منهم، استرج حق واحد كافي. اصلا المصادر اللي يحتاجها عشان ينبني هذا المكان جدا جدا مهولة، 250 ستون و100 خشب و150 لمبر. صاحبنا اللي هنا بنقول له عطنا لمبر. بالنسبة للهاردوود هذا في فورستر تقدر تحطه وتجيب الهاردوود، جميل. الحين خلصنا الاسترجين، خلصنا تاون هول، خلصنا مستشفين، مدرستين، الماركت، وان شاء الله ما نسيت شيء. وهنا التافرن، ما تافرن والسواليف اللي يجمعها والدائرة الكبيرة. نيجي لهذا المنطقة، هذا المنطقة الحين منطقة الزراعة، تعرفون يعني ما يحتاج. 16 في 10 كان 16 و 15، 15 في 10 خلي واحد اثنين والثانية، يا رب انه يضبط في النهاية. فالخيرة بنطولها 20 في 10 تصير، هذه بنوظف فيها اثنين. واو والله ضبط 15 في 10، حطيت كل واحد ضبطه بالملي. طبعا ما ننسى الستوك بايلات، مصنع العطور نسيت ما شغله، الويند ميل. الويند ميل هو نفسه هذا. هنا التورين هذا الاثنين بخليهم لما اخلص المدينة هذه بالكامل. ستاتو كيرفر ما احتاجه، هذا عندي امور كثيرة تاجر فيها. الكوبر هذا قلنا اللي يجيبنا الكراتين، ما كراتين برضه صراحة ما يلزمني الحين. حق الحانة هذا شغال وما اشتكى من شيء، وينه؟ تونه يقول شغال ما اشتكى من شيء. قريب ما في قريب كافي يعني؟ طيب الموسم الماضي اشتغلت؟ ما اشتغل. انا حولت اثنين قريب بس ما زالوا يجيبون لي ألمند، الله يخرب بيتكم. ايش نسوي له هذا؟ طفيه ونشغله. اخيرا خلص هذا اللي ابتدينا فيه الحلقة، الحمد لله اني ما ختمت.
كنت بسمي الحلقة مدينة المسلمين، لكن مدينة الجماجم جاء في بالي. هذا برضو من المودات جبته، اللي هو السمغلر كيف، المهربين، كهف المهربين. فوش بيهربون؟ والله ما تسألنيش. باي يعطيني ايش؟ 50-65 أبل هو يشتري يعني، ولا كيف الوضع الحين؟ كي هو بيعطيني الكورن وبيع لهذا العليمين اللي بين القوسين، كله آل، يبغى الآل. الآل هذا وين شفناه؟ شفناه قبل شوي. يجيب شغلات كثير، هذا مهرب. يجيب وول بعد، المتن، لحم خرفان، البيض، تقريبا كل شيء، فاير وود، تولز. يا رجل كله أعطيهم، بس الشراب الظاهر. المهربين أجل، ها؟ ما بطلب منك شيء غير تفاح، وفر لي النقص والاستهبال اللي صاير عندي في المزارع. تبغى الآل؟ نجيب لك الآل. ممكن نعطيه آل يعطينا ويت. دقيقة، هذا صاحبنا التافرن ياخذ الويت يعطينا آل. بطتنا بطة في بطتكم. وش التجارة؟ إذا واحد على واحد ما نضيع عامل على الفاضي أنا. طيب هنا الواين القريب، إن شاء الله نتحل مشكلة القريب هذا. سمقلر ما نحتاجه، نحتاجه في تولز، نحتاجه في شيء ممكن يوفرنا تولز. تولز ما شاء الله 1000، كلوذ 1000. خلنا ناخذ منه شيء ما هو متوفر عندنا، نعطيه 3000 يعطينا وول كوت. يا الربع اللي تلعبون، الله الله بالمهربين، والله شيء مميز صراحة، بس أنا حاليا لا أحتاج المهربين. هذا وقت الحاجة، وقت الفزعة. أنت كبت بالتولز، أنت كبت الملابس، وفر له الآلة. هذا الآلة يا شباب هو يسمونها المزر، شراب نوع من الجعة. حبيبي هذا من الصبح يشتغل لي لينن كنا نحتاجه على فكرة، بما أن أنتجنا لينن حلو 28 لينن ممتاز. أنت يا حبيبي ارجع لينن، راح أجيب العشرين لينن اللي هناك، وعطنا هالكومبلنت اللي يبنين لها المكان اللي مطع يخلص. طبعا سمقلر كيف موجود في هذا المكان، 12 خشب و12 ستون ولا شيء. أما البرفيم بعد يستخدم وتر، يريد وتر. والله في مصانع كثير الحين مطالبيني بالماي، فاحتمال ان نواجه نقص، لكن بيفكنا من فلور 8846 يا رجل. هذا نفس ما تقول، حتى لو ما جاك تاجر يعني يمديك تجيب الخرفان هذه او البقر، نفس الشيء، وانتاجهم جدا جدا كويس، ويعطيك ليذل بعد، يعني عسل ما شاء الله تبارك الله. هذا لكنهم تمكسوا، ولا الذكر والانثى حاطين كل واحد شكل. هنا حطيت لهم رصة بيوت من اثنينات، اثنين 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 اثنين، وجنبهم ماركت، وجنبهم سكول، ميني سكول، بحيث التعليم ما ياخذ اكثر من 20 سنة. نفس هذه البيوت تشوفون الصفة اللي وراء، نفس هذه البيوت حطيتهم من اثنينات، هذا وهذا، هذا وهذا كذا. والله ينكرفوا في المدينة الجديدة يا شباب. تعال صح، حد راح المحكمة في 16 شخص يشتكي علي. عاد انا متفاهم مع القاضي، اي واحد يجي يشتكي عنده هذا حبل المشنقة، الكرسي انا اجي بس اشوته، ولا يختار اذا حاب القص. هذا كل شيء متوفر، انا الحاكم في خدمة الشعب. ايوه هالكومبوننت الحين جالس ينتج، وهذا قرب يخلص. يعني ان شاء الله على بداية الحلقة الجاية تشوفون ترتيبات السفن، نشوف ايش وضعها. مو سفن الزينة هذه، لا لا، سفن سفن. هنا شغلت العسل لان الانتاج حسيته بينكبني، خلاص وصلنا لمرحلة 423 سيتيزن. يا حبيبي والله انكرفوا في البرد مساكين العمال، بكل ما يملكون من طاقة لبناء هذه المدينة. أعطوني رأيكم فيها، ما بقول جميلة ممدح نفسي، بس أنا راضي كل الرضا. ما عاد شوية المصانع هذه كان يبالها صراحة ترتيبات دبل رود، كان بيحلي. فنصيحتي اللي تلعب اللعبة من بداية المدينة، صممها على دبل رود صراحة. المستشفيات هذه، الطرق اللي جاية على اليمين وعلى اليسار مع العشب، شيء رهيب. البيوت لسه ما اكتملت، كل شيء رهيب صراحة. عجبتني المنطقة هذه مع المسجد، 46 مسلم، وهنا مدرستين بس شكلها كذا كأنها مسجد، وهنا التاون هول. انا ايش ود، تعال 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 انت تعال. غريبة، اول مكان يمدينا نبني اثنين تاون هول، وهنا اثنين ستوريج، ممكن اشغل واحد منهم بس بينكرفون الجماعة. هنا ما لحقت صراحة احط الفارمز، بس بتشوفونها على بداية الحلقة الجاية انه مكتمل ان شاء الله. يعني تقريبا 70-80% من المشروع هذا منتهي. اعطوني رايكم في الكومنت، اي شيء نسيته او حابين يضيفه اكتبوا لي اياه. ان شاء الله الحلقة نالت اعجابكم، ما طولت عليكم، نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جاية. شكرا للمنتسبين القناة، والشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت.
استودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.